السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة نهلة زغلول، والنهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض بقية Obstetric and Women's Health Cases في كتاب Family Medicine Examination and Board Review Case 3. You are seeing a 31 year old Gravita 2 Bara 1 at 41 weeks of gestation. حامل مرتين، ولدت مرة واحدة، يعني لسه حامل 41 weeks gestation by definite last menstrual period and 16 week ultrasound. يعني هي عملت، حسبنا لها انها في 41 week gestation by last menstrual period and 16 week ultrasound، يعني ultrasound in the first trimester، وده ال accurate the most accurate ultrasound dating for measuring expected date of delivery in first trimester ultrasound. She continued to note fetal movement and her examination is normal. Blood pressure 120/68 millimeter mercury. Urine dipstick negative for protein and glucose. Fundal height 42 centimeter. Fetus is vertex. Fetal heart rate 156 second beat per minute. وقلنا في الفيديو بتاع الكارديوتوكوغرافي ان النورمال fetal heart rate من 110-160 beat per minute. Her cervix is soft anterior and 2-3 cm dilated, 50% effaced and plus 1 station. Plus 1 station يعني ال presenting part دخلت جوه ال pelvis بقت below the ischial spine. What she was induced with her first pregnancy and this time she wants to have natural labor, you decide to calculate a Bishop score. What's Bishop score أو البيشوب سكور؟ البيشوب سكور هو سكور عنده أربع حاجات في السيرفكس بيشوفها: الدايلاتيشن كم سنتي دايلاتد، الإفيسمنت قد إيه إفيسمنت، والكونسيستنسي سوفت ولا فيرم، والبوزيشن يا ترى أنتيريور ولا بوستيريور ولا ميد. تمام، يبقى البايشوب سكور في اربع حاجات في السيرفكس بيأسسها، هي الدايلاتيشن الافيسمنت الكونسيستنسي والبوزيشن، وحاجه واحده في الفيتس بيأسسها هي الستيشن اللي هي البريزنتنج بارت دخلت بتاع الفيتس، هي دخلت البلفس ولا لا. فده البايشوب سكور، والبايشوب سكور بيتحسب بأونلاين كالكوليتورز، بتدخل الداتا بتاعتك وبتحسب البايشوب سكور. نورمال بايشوب سكور ان الـ ان الـ ان الـ ان الـ ان السيرفكس كومبليت دايليتد، وال الومن ريدي فور ليبر از 9/10. يبقى البايشوب سكور النورمال 9/10. ذا بايشوب سكور هيلبس تو ديتيرمين ذا هيلث اوف ذا فيتوس، ذا نيد فور سيرفايكال رايبنينج ايجنت فور اندكشن، اند هيلب تو بريدكت labor induction success, the maturity of fetal lung, the risk of fetal demise in the post-term fetus, the result of baseball game. طبعا اللي هو بيديتكت زي ما قلنا هو له دعوة بالسيرفكس، بيشوف السيرفكس الرايبنينج بتاع السيرفكس هو ready for labor or not، ولو عملنا induction الانduction ده successful ولا not. ده ان الانduction السكسس بتاع الاندكشن بيعتمد على السيرفايكال رايبنينج، يبقى الاجابه بتاعتنا هي بي. تمام، يبقى بيحسب بيشوف السيرفايكال رايبنينج، لو عملنا اندكشن السيرفايكال رايبنينج نيدد ولا لا، احنا يعني سيرفايكال رايبنينج ايجنت نيدد ولا لا، وبريدكت ليبر اندكشن سكسس. تمام، والكالكوليترز are readily available online. The patient Bishop score is favorable. Favorable معناها انها at 9 to 10. Which of the following is the most appropriate recommendations at this point? She should be induced at once. There is a high chance of fetal mortality after 41 weeks of gestation. Since her antepartum course has been uncomplicated to date, it's safe for her to wait spontaneous labor until 43 weeks of gestation. She should undergo a non-stress test and ultrasound for amniotic fluid index.
she should plan for cesarean section. طبعا البوست ديت بريجننسي بيبدا من بعد ال 42 ويكس جستيشن، ولو ان في مورتاليتي اند موربيديتي للمذر والفيتوس لو قعدنا لل 43 ويكس جستيشن والعينه دي ما ولدتش والبريجننت دي ما ولدتش، فالبوست ديت بريجننسي اللي هو بيستمر بعد ال 42 ويكس جستيشن. طب الانتينيتال سيرفيلانس للبوست ديت بريجننسي يعني ايه انتينيتال سيرفيلانس؟ يعني مراقبه الطفل والجنين، يعني لازم نشوف نعمل التراساوند الامنيوتك فلويد اندكس، لازم نشوف الفيتال هارت ريت بالنون ستريس تيست، وشرحناهم في الفيديو بتاع الكارديوتوكوجرافي والنون ستريس تيست، يا ريت ترجعوا له. لازم نشوف الفيتال ستيت، ولازم نشوف الامنيوتك فلويد ستيت والمذر ستيت، ده بنسميه antenatal surveillance، بنراقب الام والجنين لحد ال 42 ويكس جستيشن. يعني الانتينيتال سيرفيلانس ان فور بوست ديت بريجننسي بيجن ات 41 ويك جستيشن. تمام. باي ديفينيشن ا تيرم جستيشن از وان كومبليتد ان 38 تو 42 ويكس جستيشن. There is no significant increase in fetal mortality in an uncomplicated pregnancy at term. All reports suggest an increase in perinatal morbidity and mortality when pregnancy goes beyond 42 weeks of gestation. Antenatal surveillance of post-term pregnancy should be initiated at 41 weeks of gestation. طبعا بيقول لك for accurate determination of date of conception it's important in reducing false diagnosis of post-term pregnancy. يعني انت ممكن تكون حاسب غلط، ممكن تقول ان العيان بوست ديت وهو مش بوست ديت، فلازم accurate determination of date of conception is important. زي ما قلنا بيتحسب باللاست منستر والبريود، وبيتحسب بالفيرست trimester ultrasound اللي هو expected date of delivery. The estimated date of delivery is most reliably and accurately determined early in pregnancy. زي ما قلنا لازم تترمن ال expected date of delivery أو ال gestational age in early in pregnancy في الفيرست trimester by first trimester and ultrasound and by date of last menstrual period. Ultrasound may assist in determining dates but has a standard error that is dependent on gestational age. لما نشوف كده في الفيرست ترايمستر البيست ميثود فور ميجرمنت باي اولترا ساوند فور ميجرمنت اوف جستيشنال ايج باي اولترا ساوند از كراون رامبلينز. في السكند والثيرد ترايمستر بنقيس الباي بارايتال دايامتر او الفيتال لينس او الابدومينال سيركمفرنس اف ال فور فيتال لينس، اي اس سي فور ابدومينال سيركمفرنس، اتش سي فور هيد سيركمفرنس، BBD for bibarital diameter. طب امتى لو كان في discrepancy او فرق ما بين ال date اللي احنا حاسبينه وال ultrasound date بيسجست redating by ultrasound، يعني تعيد تاني الحساب by ultrasound. لو في discrepancy between ultrasound dating and the last menstrual period dating that support redating، يعني لازم تحسب تاني ال expected date of delivery في الفيرست ترايمستر من 5 ل 7 ايام فرق ما بين اللاست منستريوال بيريود ديتنج والالترا ساوند ديتنج، عند 14 اسبوع فرق 7 ايام، عند 16 اسبوع فرق 10 ايام، عند 22 اسبوع فرق 14 يوم، عند 28 اسبوع لو في فرق 21 يوم. يبقى نحفظها كده، الفيرست ترايمستر من 5 ل 7 ايام من فرق، ال 16 18 22 28 7 10 14 21 يوم. طيب لازم خلي بالك انك ممكن تطلع ان في فرق في الديتنج، لان الالترا ساوند هيبين ان الفيتاس ده صغير اللي هو جروس ريستريكشن اللي هي الحالات بتاع الجروس ريستريكشن. انت لازم لما تيجي تعمل الري ديتنج الثيرد ترايمستر ري ديتنج should be guided by careful consideration of the entire clinical picture and close surveillance. لازم تبقى
لو العينه دي عندها ريسك اوف جروس ريستريكتد فيتس، او لو الفيتس ده جروس ريستريكتد، ولو في اكوريت استيميشن للاكسبكتد ديت اوف ديليفري مش منطبق على الجستيشنال ايج بتاع الفيتس او على حجم الفيتس، لازم تو اكسبكت جروس ريستريكتد فيتس باي هيستوري اند سيرفيلانس بالكلينيكال كيس كلها، تمام؟ because of the risk of re-dating a small fetus that may be gross restricted، ممكن العين الفيتس يبقى سمول وانت تحسب الجستيشنال ايج بتاعه بالالترا ساوند غلط لانه هو gross restricted ومش محتاج re-dating ولا حاجه، هو gross restricted، هو صغير، تمام؟ فلازم تحسب حساب الموضوع ده ولازم تاخد careful clinical picture وclose surveillance، تمام؟ فعرفنا امتى بنعمل re-dating by ultrasound وباي last menstrual period، لو في discrepancy between ultrasound dating and the last menstrual period dating من 5-7 يوم ايام في الفيرست تريمستر، لو 14 اسبوع 7 ايام، لو 22 اسبوع، لو 16 اسبوع 10 ايام، لو 22 اسبوع 14 يوم، لو 28 اسبوع 11 يوم فرق ما بين الالترا ساوند ديتينج اند لاست منستر والبيريود ديتينج، تمام؟ عشان بقى تتغلب على القصه دي كلها لازم العيانه تبقى هاز اكسبكتد ديت اوف ديليفري استيميتد ان هير فيرست تريمستر باي الترا ساوند اند باي لاست منستر والبيريود. ات 41 ويكس شي از ريلي تايرد اوف بينج بريجننت and wants a natural way to induce contraction. Which of the following non-pharmacologic method of inducing or augmenting labor is least likely to be effective? Stripping the amniotic membrane, prolonged walking, amniotomy, nipple stimulation. طبعا prolonged walking قلنا قبل كده ان هي لقوا ان هي ولا بتعمل induction ولا of labor ولا بتعمل augmentation of labor، بس هي not harmful. لكن الستريبنج اوف ذا امنيوتيك ميمبرين اللي هو انك تدخل صوابعك ما بين الامنيوتيك فلويد ميمبرين، ده اسمه ستريبنج اوف ذا امنيوتيك ميمبرين، كان انديوس ليبر ويذن 72 ساعه. الستريبنج اوف ذا امنيوتيك ميمبرين ابيرز تو بي افكتيف انيشيتنج سبونتينيوس ليبر ويذن 72 اورز. امنيوتومي مي بي يوز فور ليبر اندكشن سبيشالي اف ذا بايشوب سكور از فيفربل، والعينه بتاعتنا عندها favorable by Shibu score، تمام؟ النبل stimulation بيريليز اوكسيتوسن وبيعمل يوتراين contraction وممكن يبقى favorable، لكن الووكينج doesn't result in labor induction or augmentation but it is not harmful. بيقول لك هنا helpful tip sexual intercourse is sometimes recommended to induce labor. Studies shown that coitus was associated with reduced need for labor induction at 41 week gestation، تمام؟ طيب يبقى ايه الاجابة بتاعتنا هنا؟ prolonged walking is the least likely to be effective for as a natural way for induction of labor. ممكن amniotomy، ممكن stripping of the amniotic membrane، ممكن nipple stimulation، وقلنا sexual intercourse at 41 weeks gestation. If induction becomes necessary, which of the following pharmacologic interventions would be best approach to your patient who has a cervix that is soft anterior 2-3 cm dilated 50% effaced and plus 1 station. هنختار ايه اللي هي IV oxytocin. The best pharmacologic intervention for induction of labor is IV intravenous oxytocin. لكن البروستاجلاندين E2 والبروستاجلاندين E1 intravaginal دو بنسميهم cervical ripening agent، يعني بينديوز سموث مذر ريلاكسيشن اوف ذا سيرفكس وبينديوز cervical dilatation، بس العينه دي عندنا اوريدي السيرفكس بتاعها دايليتد، فاحنا محتاجين IV oxytocin for induction of labor. وقلنا the only FDA approved cervical ripening agent is prostaglandin E2 اللي هو دينوبروستون، بس ما بيمنعش طبعا ان احنا بندي البروستاجلاندين E1 اللي هو الميزوبروستول برضو بيستخدم for cervical ripening but it is not FDA approved.
because the cervix is favorable in this case, proceeding with oxytocin is the best option. تمام؟ Your patient husband. طيب she is now 41 وعدى يومين من الاسبوع ال 42 of gestation and desire inductions. You admit her to labor and delivery the following morning. The initial fetal heart rate monitoring before induction, also known as non-stress test, is shown in figure 15.4. طبعا قلنا ان طالما العيانة لسه مش في ليبر بنعمل الفيتال هارت مونيتورينج ديورينج بريجنانسي، يبقى الفيتال هارت مونيتورينج كولد نون ستريس تيست، لكن ديورينج بريجنانسي از كولد كارديو توكوجرافي. طب تعالوا نشوف النون ستريس تيست بتاعها كده. النون ستريس تيست بتاعها بيشو الكونتراكشن، قلنا الكونتراكشن بيبقى تحت اليوتراين كونتراكشن، والفيتال هارت ريت هنا هنلاقي الفيتال هارت ريت البيز لاين بتاعه تقريبا عند 150 بير مينيت، وفي فاريابيليتي. يعني ايه فاريابيليتي؟ في فلكتويشنز في البيز لاين بتاع الفيتال هارت ريت، مش ماشي على خط مستقيم واحد، وده اللي يهمنا. اهم حاجه ان فيه بيبقى فيه مودريت فاريابيليتي ما بين 5 ل 25 بيتس. وهنلاقي بقى المهم بتاعنا هو الاكسلريشن. يعني ايه اكسلريشن؟ يعني زياده في الهارت ريت بتاع الفيتس. يعني هنلاقي الكيرف ماشي لفوق كده، ماشي لفوق، واصل لحد فين؟ واصل لحد 180 تقريبا. تمام؟ يبقى هنلاقي تو اكسلريشن. والنون ستريس ده تيست لما بنلاقي كده تو اكسلريشن في الفيتس للفيتال هارت ريت بنسميه ري اكتيف ستريس تيست. يعني العيان بتاع، يعني الفيتس بتاعنا حالته بتاعته الحاله بتاعته تمام وكويس، ونون ستريس تيست بتاعته رياكتيف. طيب قلنا البيز لاين 150 بيت بير مينيت اند رياكتيف، تمام، اند رياكتيف، مفيش ديسيليريشن، ما في الديسيليريشن عكس الاكسلريشن. هنلاقي الفيتال هارت ريت نازل لتحت مش طالع لفوق، مش اكسلريتد. تمام؟ يبقى هنختار البي اللي هو ذا بيز لاين از اباوت 150 بيت بير مينيت ويز تو اكسلريشن جريتر ذان 15 بيتس lasting longer than 15 second. قلنا بالعرض اقل حاجه بالعرض الاكسلريشن، الاكسلريشن اقل حاجه بالعرض يبقى 15 second. بالعرض يبقى 15 second. يعني ايه 15 second؟ اقل حاجه اللي هي مربع صغير ونص، طبعا دي كتير ده كبير. واقل حاجه فوق 15 بيت اللي هو اللي هو تقريبا 3 سمول سكوير بالطول. لكن هي عندنا هنا الاكسلريشن زايد عن 15 سكند وزايد عن 15 بيت، 15 سكند بالعرض وزايد عن 15 سكند بالطول، تقريبا بيزيد ب 15 بيت بالطول، سوري تقريبا زايد 30 بيت من 150 ل 180. تمام. There is one contraction and evidence of uterine irritability. ده contraction كامل اهو في اليوترس. قلنا اليوتراين كونتراكشن بيبان تحت، ده يوتراين كونتراكشن، there is one uterine contraction وفي كده uterine irritability, evidence of uterine irritability. When interpreting fetal heart rate tracing, variability is an important element that demonstrate fetal cardiac response to parasympathetic input. The small waveform fluctuations within the baseline heart rate tracing represent the fetal heart rate variability. زي ما قلنا after 28 weeks gestation variability should be present. بعد الاسبوع 28 لازم تشوف ال variability بي. It's categorized as absent, no أو flat, no variability أو flat tracing, minimal من 0 ل 5 beat amplitude, moderate من 6 ل 25 beat amplitude or marked variability أكبر من 25 beat amplitude. The absence of variability is associated with fetal decompensation or distress. قلنا الملحوظة دي في الفيديو بتاع الكارديوتوكوغرافي وفي أول حالة. You perform amniotomy with return to particulate meconium stained fluid. Her cervix is now 5 cm dilated. 80% effaced. Vertex is positive 1 station. You elect to continue monitoring progress.
Which of the following choices of labor analgesia is most appropriate at this point? The most analgesia appropriate during labor is epidural analgesia. طبعا في local perineal anesthetic infiltration for episiotomy and repair of cervical or vaginal lacerations. Bilateral pudendal nerve block is أو sacral nerve block is called is used as assistant for epidural analgesia in the second stage of labor as supplement of epidural analgesia for anesthesia of sacral nerve. تمام؟ or as an option of operative vaginal delivery for forceps or vacuum. يبقى امتى بيستخدم البيودندال نيرف بلوك او بايلاترال بيودندال نيرف بلوك او ساكرال نيرف بلوك in the second stage of labor as supplement of epidural analgesia. او لو الاوبشن او لو هنستخدم operative vaginal delivery for forceps او vacuum ممكن نستخدمه. تمام؟ طبعا الاوبيويد وممكن تستخدم بس during labor بس is limited when using lower doses that are generally regarded as safer for the fetus. طبعا اليوز بتاع الاوبيويد limited لان انت لازم تستخدم دوز قليلة ما تضرش الفيتس. تمام؟ يبقى عرفنا هنستخدم ايه. epidural analgesia offer the most effective form of pain relief and generally may be utilized once the patient is determined to be in active labor. يبقى هنختار choice A اللي هو epidural analgesia. The nurse notices some changes on the fetal heart monitor. Current fetal heart rate is shown in figure 15.5. تعالوا نشوف بقى كده 15.5 اللي هو دخلت في ليبر وعملنا بقى ايه؟ مش نون ستريس تيست، عملنا كارديو توكوجرافي. اليوتراين كونتراكشن اهو، في كومبليت يوتراين كونتراكشن ما شاء الله، بس في هنا ديسيليريشن. يعني ايه ديسيليريشن في الفيتال هارت ريت؟ يعني نازل عن البيز لاين، يعني بيقل الفيتال هارت ريت، بيقل نازل عن البيز لاين. لقينا هنا شكل وهنا شكل وهنا شكل. طالما الديسيليريشن doesn't have the same shape and the same depth and the same timing بالنسبه لليوتراين كونتراكشن، ده بنسميه variable deceleration. يعني deceleration that are not uniform in shape بنسميها variable deceleration. طب البيز لاين فيتال هارت ريت عند ايه؟ عند 150 بير مينيت، وفي variable، في moderate variability في البيز لاين فيتال هارت ريت، وفي deceleration اول deceleration نازل ل 90 بير مينيت، وتاني deceleration تقريبا نازل عند 110 قبل ال 120، وتالت deceleration نازل حاجه خفيفه عن ال 150. طيب what is ايه هي التشويسز اللي عندنا؟ what is the correct interpretation of this fetal heart rate tracing baseline 160 beat per minute reactive؟ طبعا قلنا reactive ده ما بنقولوش الا during pregnancy، ما نقولش reactive ابدا والعينه بتولد. 160 beat per minute variable deceleration to 90s، 160 beat per minute late deceleration to 90s، 160 beat per minute early deceleration to 90s. احنا شفنا الفرق بين الفاريبل والليت والايرلي ديسيليريشن بالشكل في الفيديو بتاع الكارديو توكوجرافي والنون ستريس تيست. الاجابه بتاعتنا هي بي، بيز لاين 160 بيت بير مينيت ويز فاريبل ديسيليريشن 290، او الديسيليريشن نازل لل 90. ذس ا فاريبل ديسيليريشن 290 اوكير وذ ذا فيرست كونتراكشن اون ذس ستريب. فاريبل ديسيليريشن فاري وذ ريسبكت تو تايمينج دوريشن اند ديبث، ذس ذا نيم فاريبل. They are not uniform. Variable deceleration represent changes in the fetal heart rate in response to cord compression. يبقى سبب ال variable deceleration is cord compression. طبعا بيقول لك مفيش فرق ما بين during labor ما بين intermittent fetal heart rate monitoring وال continuous fetal heart rate monitoring. بيقول لك كمان ال continuous fetal heart rate monitoring is associated with more cesarean section and operative vaginal delivery. تمام؟ لكن لو الحالة تستدعي مفيش مشكلة نعمل continuous fetal heart rate monitoring. Giving the finding of 15.5 اللي هو ال variable deceleration, which of the following should be performed next؟ ازاي نعالج variable deceleration؟ Check the patient cervix, place the fetal scalp electrode, begin IV oxytocin infusion,
place an intrauterine pressure catheter and begin an annual infusion. Take a coffee break. You have got a long night ahead. طبعا الإجابة الصحيحة هي you should check the cervix A، لأن فلربما يكون فيه prolapsed cord عامل cord compression، ربما يكون فيه rapid cervical dilatation ورابد labor عاملة cord compression. Variable deceleration are more common in labor. A brief variable deceleration are benign. When variable deceleration become recurrent, progressively deeper and longer lasting، يعني تنزل لتحت و slow return to baseline، يعني طويلة بالعرض وبالطول. With delayed return to baseline they are non-reassuring and may reflect fetal hypoxia. A pelvic examination should be performed to determine if the umbilical cord is prolapsed or if there has been rapid descent of fetal head or rapid progression of labor. Rapid descent of fetal head زنقت الايه الكورد او الكورد برولابسد ومزنوق. الاوكسيتوسين طبعا shouldn't be considered in this patient she is having adequate contraction. Replacement of amniotic fluid amnio infusion with normal saline infused through the intracervical the transcervical catheter has been reported to decrease both frequency and severity of repetitive variable deceleration and can decrease rate of cesarean section. However it would first be helpful to assess cervical status first. تمام. والامنيو انفيوجن is no longer recommended as a prophylactic intervention for moderate or severe meconium. يبقى ممكن نعمل امنيو انفيوجن نحقن صلاين او رينجر داخل عن طريق السيرفكس، بس لازم نشيك الاول السيرفكس فربما في برولابسد كورد، فربما الفيتال هيد كومبريس ذا كورد، فربما في رابد بروجريشن اوف ليبر هي اللي عامله الفاريبل ديسيليريشن. ليبر بروجريس وداوت انسيدنت بيقول لك الفاريبل في معلومه برضو كويسه هنا، الفاريبل ديسيليريشن از نورمال ديورينج ليبر، بس امتى تبقى امتى تبقى مش كويسه او انديكيت فيتال هايبوكسيا؟ لما تبقى بروجريسيف، لما تبقى ريكرنت، ولما تبقى بروجريسيف. يعني ايه بروجريسيف؟ يعني ماشيه بعمق كبير بالطول وماشيه بالعرض كبيره، يعني ديبر اند ريتيرن تو اند ديلي ريتيرن تو بيز لاين. امتى تبقى الفاريبل ديسيليريشن وحشه؟ لما تبقى ريكرنت بروجريسيفلي ديبر لونجر لاستنج ويز ديلايد ريتيرن تو بيز لاين. Labor progress without incident. Your patient is now completely dilated and effaced with fetal head at plus 3 station. She is comfortable with her epidural and able to push with good effort. The fetal heart rate tracing is reassuring. Contractions are every 3 minutes. Appropriate management at this point is continue pushing, vacuum assisting delivery, forceps assisted delivery, midline epidiotomy, augment with oxytocin. طبعا البروجريشن اوف ليبر كويس، فاحنا هنعمل كونتينيو بوشينج. ات ذس بوينت ليبر از بروجريسنج، ماتيرنال فيتال ستاتس از ريأشورينج، يو شود كونتينيو اكسبكتنت مانجمنت، نو انترفينشن از انديكيتد. يقول لك الاوبيزيوتوميز ار نوت بيرفورمد روتينلي. انديكيشن فور اوبيزيوتومي ايه؟ الانديكيشن اوف اوبيزيوتومي نون ريأشورينج فيتال ستاتس، لو شفت حاجه في الفيتال مونيتورينج نون ريأشورينج، او شولدر ديستوشيا. There is no evidence that episiotomy in reduce perineal trauma or postpartum dyspareunia. In fact, episiotomy increase the risk of 3rd to 4th degree tears and increase blood loss. The 3rd to 4th degree tears اللي هي involvement of the rectal sphincter. Injury في الريكتم في حالات لو حصل 3rd to 4th degree tears. وطبعا associated with postpartum hemorrhage. She pushes for 3 hours. She is now exhausted. The fetal head now separates the labia with contraction.
and then receives slightly, you consider offering assistance with delivery. In counseling your patient and her husband about maternal risk of operative vaginal delivery, which of the following should you discuss? طبعا ايه هي الانديكيشن بتاع الاوبراتيف فاجينال دليفري اللي هي ال الماتيرنال اكزوشن زي ما احنا شفنا كده, او ال 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 ستوب بروجريشن اوف ليبر, ده الانديكيشن بتاع الاوبراتيف فاجينال دليفري. طب ايه هي ال الريسك بتاع الاوبراتيف فاجينال دليفري؟ بيعمل فاجينال تروما, بيعمل شولدر ديستوشيا, بيعمل فيتال انجري, بيعمل برينيال اند ريكتال تروما. تمام. ماتيرنال ريسك اوف اوبراتيف فاجينال دليفري انكلود انجري اوف لوور جينيتال تراكت, ريكتال سفنكتر انفولفمنت ان كيس اوف ثيرد اور فورث ديجري لاسريشن, ان اديشن فيتال كومبليكيشن, شولدر فيتال انجري ممكن تحصل. شولدر ديستوشيا از مور كومن وذ اوبراتيف فاجينال دليفري ذان وذ سبونتينيوس فاجينال دليفري. طبعا كل الحاجات دي اولو في ضقبه, فاجينال تروما وريكتال تروما في حالات الثيرد اور فورث ديجري لاسريشن, شولدر ديستوشيا, فيتال انجري, برينيال اند ريكتال تروما. Each of the following is a fetal risk of operative vaginal delivery except كفال هيماتوما, skull fracture, brachial plexus injury, respiratory distress syndrome, facial injury, facial nerve palsy. طبعا قلنا ان في هيحصل فيتال انجري في الاختيار ده, ساعه ما قلنا لو عملنا فاكيوم او فورسبس هيحصل فيتال انجري. ايه هي انواع الفيتال انجري اللي هتحصل مع الاوبراتيف فاجينال دليفري؟ الكفال هيماتوما و جوندس لو حصل بريك داون اند ري ابزوربشن اوف ذا كفال هيماتوما, بيحصل جوندس كفال هيماتوما و ريتينال هيموريج وجوندس فروم بريك داون اند ري ابزوربشن اوف كفال هيماتوما, ده بي اوكير ويز از مور كومن ويز فاكيوم اسيستد دليفري ذان ويز فورسبس اسيستد دليفري. السكال فراكشر والفيشيال نيرف انجري از مور كومن ويز فورسبس اسيستد دليفري ذان ويز فاكيوم اسيستد دليفري. الشولدر ديستوشيا ويز ريزلتنت بريكيال بلكسس انجري از مور كومن ويز فاكيوم اسيستد دليفري, وشولدر ديستوشيا برضو بي اوكير ويز برولونج تايم ريكوايرد فور دليفري اند انكريزنج بيرث ويت. تمام. طبعا مش شرط الحاجات دي تحصل مع الاوبراتيف فاجينال دليفري, ممكن تحصل ويز ابنورمال ليبر فورسز, فلازم تبراكتس لازم الدليفري تحصل بطريقه كويسه عشان ما يحصلش انجري للفيتس في كل الحاجات بتاع الفيتس دي, سواء الكفال هيماتوما ريتينال هيموريج او بريكيال بلكسس انجري از ا ريزلت اوف شولدر ديستوشيا او سكال فراكشر وفيشال انجري اللي بيحصلوا مع الفورسبس. طبعا ريسبيراتوري ديستريس سندروم هي الاجابه دي اللي مش بيؤدي ليها الاوبراتيف فاجينال دليفري. طبعا البيبي ديليفرد وذاوت اوبراتيف فاجينال اسيستنس, اول ما البيبي لقى الفورسبس او اول ما شاف الفورسبس او الفاكيوم طلع على طول. تمام. Which of the following is most likely source of bleeding? You note a large gush of blood. ايه سبب البليدنج في العينه دي بقى بعد الدليفري؟ Following spontaneous delivery of intact placenta. Which of the following is the most likely source of bleeding? يا ترى يوتراين اتوني, vaginal laceration, cervical laceration, retained placenta. السيرفيكال اتوني is the most common, يبقى الاجابه بتاعتنا هي ايه؟ والسيرفيكال اتوني بوست بارتم هيموريج از موست كومنلي اسوشيتد وذ يوتراين اتوني. ريسك فاكتورز اوف ايه هي الريسك فاكتورز اوف يوتراين اتوني؟ برولونجد ليبر او رابد ليبر او اوفر ستندد يوترس او هاي باريتي او انفكشن زي الكوليو امنيونايتس او ريتيند بلاسينتا او هالوجينيتد هيدروكربون اناستيزيا او بريفيوس يوتراين اتوني او بورلي برفيوزد مايومتريوم. كل الحاجات دي ممكن تعمل يوتراين اتوني, يا اما اوفر ستندد يوترس او هايبرتي او يا اما برولونجد ليبر او رابد ليبر او انفكشن زي الكوريو امنيونايتس
او previous uterine atony او poorly perfused myometrium او halogenated hydrocarbon NCT. طبعا maternal trauma سواء vaginal laceration و cervical laceration كلها can cause postpartum hemorrhage وريتيند بلاسينتا، عشان كده لازم تو انسبكت بلاسينتا. واف يو سسبكت ريتيند بلاسينتا البارت يو شود بتعمل مانوال اكسبلوريشن لليوترس، ده يوترس شود بي مانوال اكسبلورد لو شكيت ان في ريتيند برودكت او بلاسينتا، بس دي ار ليس كومن كوز اوف بوست بارتم هيموريدج ذان يوتراين اتوم. تمام. ويتش اوف ذا فولوينج شود بي اندرتيكن نيكست؟ Obtain IV access and initiate hydration. Begin by manual uterine contraction. Inspect vagina and cervix for laceration. Obtain blood type and screen for possible blood transfusion. All of the above. طبعا الإجابة بتاعتنا هي all of the above. لازم تعمل IV access وinitiate hydration. العينة دي bleed. بتعمل by manual uterine compression. Inspect vagina and cervix for laceration. بتاخد blood for type and screen. فلربما العينة دي تحتاج blood transfusion. Postpartum hemorrhage is an obstetrical emergency and must be addressed immediately. The gravid uterus receives 500 ml of blood per minute, which can lead to massive hemorrhage if not addressed quickly. طبعا لازم تطلب help. Additional personnel should be notified to help with obtaining IV access and blood draws. While you quickly try to identify the source of bleeding, you should inspect the placenta, inspect the cervix and vagina for injury. لازم تعمل uterine compression لو suspect uterine atony. After thorough exploration of vagina and uterus, you suspect uterine atony is the cause of bleeding. While continuing uterine massage, you think about your options. Which of the following are options in treating this patient's bleeding? Dilute oxytocin IV, ميثايل ارجونوفين انترامسكولار اللي هو ميثارجين، كاربوبروست ترو ميثامين اللي هو الهيباميت انترامسكولار، ميزوبروستول سايتوتيك بي ار. اول اوف ذا ابف. الاجابه هي ايه؟ اول اوف ذا ابف. ممكن نستخدم الاوكسيتوسين دايلوتد اوكسيتوسين اي في، ولازم الاوكسيتوسين شود بي دايلوتد، ما بيستخدمش اي في بوش مش دايلوتد، لانه لو استخدمنا IV bush undiluted IV bolus can lead to risk of hypotension and cardiac arrhythmia. الميثارجين او الميثايل ارجونوفين is an ergot electrolyte administered intramuscular ومش intravenous, not intravenous. بيعمل ايه؟ ممكن يعمل hypertension. ف be cautious in patients with in women with hypertension as cause hypertension. الهيباميت او الكاربوبروست تروميثامين ده بيعمل برونكوس بازم، فبيستخدم برضو انتراماسكولاري او دايركتوري انتو يوتراين مايومتريم، وكوشن ان ويمن ويز ازمة لانه بيعمل برونكوس بازم. الميزوبروستول السيتوتيك ده اذا بروستاجلاند اي 1 انالوج وركس ويل اند كان بي سيفلي ادمينستر تو ويمن ويز ازمة او هايبرتنشن. ريكتال اورال ادمنستريشن، بس بندي ريكتال، بات ريكتال ادمنستريشن از بريفيرد ان بيشنت وذ بوتنشال هيمودايناميك انستابيليتي. ذس كان بي لايف سيفر سبيشلي ان ثيرد وورلد كانتريز وير اذر اوبشن مي نوت اكزيست. تمام. طبعا الدبليو اتش او بتريكومند ايرلي يوز اوف انترا فينوس ترانكزاميك اسيد وذ ان 3 اورز اوف بيرث ان اديشن تو ذا ستاندرد كير اوف وومن وذ كلينيكالي دايجنوزد باست بارتام هيموريدج فولوينج فاجينال بيرث اور سيزيريان سكشن. The sooner the better. Tranexamic acid saves fewer lives as time goes on. تمام. يبقى WHO recommends the use of tranexamic acid soon after or within 3 hours of birth, سواء vaginally أو cesarean section. بالإضافة للحاجات التانية اللي بنستخدمها للpostpartum hemorrhage اللي إحنا قلناها فوق. عشان the sooner the better. عشان بيلاقوه ان هو بيسيف لايفز. طيب ايه هي الحاجات اللي بنستخدمها في البوست بارتم هيموريدج؟ زي ما قلنا الاوكسيتوسين دايلوتد اي في 10 ل 40 وحده بير 500 ل 1000 ملي اس كونتينوس انفيوجن، او لو هندي انتراماسكولار هندي 10 يونت كونتينوس انترافينوس انفيوجن لحد ما البليدنج ستوب،
وممكن يعمل نوزيا وفوميتنج، ممكن يعمل هايبوتنشن وكاردياك اريزميا لو اديناه اي في بوش، بس احنا ما بنديهوش اي في بوش، بنديه دايلوتد. الميثايل ايرجونوفين، الايرجونوفين او بنسميه ميثارجين، بيتاخد انتراماسكولار 0.2 مللي جرام كل 2 ل 4 ساعات، بيعمل نوزيا وفوميتنج وبيعمل هايبرتنشن، فشو بي افويدد ان بيشنت وذ هايبرتنشن. الكاربوبروست او الهيباميت بيتاخد 0.25 مللي جرام او انتراماسكولار او انترامايوميتريال، بيتاخد ماكسيمال 8 دوزز كل 15 ل 90 مينت، وبيعمل برضه نوزيا وفوميتنج وبيعمل برونكوس باز، مش بي افويدد ان بيشنت وذ ازمه. الميزوبروستول السيتوتيك اذا بروستاجلاند اي 1 ايجنت او انالوج، بيتاخد 600 ل 1000 مايكرو جرام، بنديه ريكتال، بيفضل 1 تايم، برضه ممكن يعمل نوزيا اند فوميتنج. فبنلاحظ ان اول ايجنت كان كوز نوزيا and vomiting. She requires IV crystalloid and 4 units of bagged red cells. اديتها fluid واديتها blood transfusion for symptomatic anemia following delivery. Both mother and infant eventually do well, and the patient and the baby are discharged on postpartum day 2. You schedule a follow-up appointment in 2 days. You are concerned about Sheehan syndrome given the severe postpartum hemorrhage. All of the following are characteristic of Sheehan syndrome except failure of lactation, amenorrhea, desire to be bunk rocker, decrease LH to FSH, adrenal cortical insufficiency. طبعا الإجابة الغلط بتاعتنا هي السي. ايه هو Sheehan syndrome؟ Sheehan syndrome كان result as a الكوز بتاعها هو severe intrapartum or postpartum hemorrhage may result in pituitary necrosis due to hypovolemia and hypoperfusion. Severe postpartum hemorrhage هيعمل pituitary necrosis due to hypovolemia and hypoperfusion. This leads to global hypopituitarism known as Sheehan syndrome. Sheehan syndrome is clinically determined by endocrine deficiency syndrome due to loss of anterior pituitary function. يبقى الهايبوبرفيوجن بتاع البيتويتري as a result of postpartum hemorrhage بيعمل endocrine deficiency syndrome known as Sheehan syndrome. At first initial symptoms are vague: lethargy, anorexia, weight loss اللي هو بنسميها low lethargy, anorexia, weight loss and difficulty in lactation, and the syndrome can go unrecognized. Later manifestation include failure of lactation, amenorrhea, breast atrophy, loss of pubic and axillary hair, adrenal cortical insufficiency and hypothyroidism, وطبعا decrease LH و FSH. يبقى هيؤدي الى decrease sex hormones، هيؤدي الى loss of pubic و axillary hair و breast atrophy و failure of lactation و amenorrhea و adrenal cortical insufficiency و hypothyroidism. تمام. طيب في عيانة وايل اون كول فور يور سمول كوميونيتي هوسبيتال، ان نيرس اون ذا ليبر اند ديليفري وورد كولز يو اباوت ا بيشنت از بري تيرم كونتراكشن، يو كم تو سي ذا بيشنت، يو فايند 33 يير جرافيدا 1 بارا 0 ات 26 ويكس اوف جستيشن باي ان فيترو فيرتلايزيشن، شي از يوزوالي فولود. تمام. بتقول لك I am going to have twins but not now، يعني هي لسه بدري، دي premature contraction لانها 26 اسبوع. She recalls her prenatal lab result were unremarkable. She recalls her ultrasound showed two heartbeats. يعني هي حامل في twins. All of the following risk are increased with multi fetal gestation except. يعني بيقول لك التوين بريجننسي او المالتي فيتال جيستيشن اسوشيتد ويز ايه؟ اسوشيتد ويز بري تيرم ليبر، اسوشيتد ويز بري تيرم رابتشر اوف ميمبرين، اسوشيتد ويز انترا يوتراين جروث ريستريكشن، اسوشيتد ويز توين تو توين ترانسفيوجن، خاصه سندروم خاصه الفيتاسس اللي تشير ذا سيم بلاسينتا ليدز تو ان ايكوال ديستريبيوشن اوف بلاد بتوين تو فيتاس، هتلاقي واحد برفيوز وواحد نوت برفيوز، ده بنسميه توين تو توين ترانسفيوجن سندروم، وبيزيد مع زيادة العدد بتاع الفيتاسس داخل اليوترس. لكن
الإجابة الغلط بتاعتنا هي بي. it doesn't result in D isoimmunization أو ال Rh isoimmunization. ال twin pregnancy doesn't increase risk of Rh isoimmunization. تمام، هنكمل إن شاء الله الفيديو الجاي.